ايه اهم الاعمال اللي تفضل حضرتك انك يعني تنصح بها السادة المشاهدين في ليلة الإسراء والمعراج؟ الصيام، في أدعية معينة نعم تفضلها حضرتك؟ أولا شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وحين سئل قال: صم من الحرم وأفطر، يعني لا تصمها كاملة ولا تفطرها كاملة، خذ منها البعض. في من يصوم 13 14 15 زي ما سيادتك عملت، وفي من يصوم الاثنين والخميس، وفي يعني كل على حسب ما يوفقه. هل صيام ليلة الإسراء والمعراج يعني داخل ضمن شهر رجب؟ كله داخل ضمن الشهر من الأشهر الحرم، وهو قال بصفة عامة: صم من الحرم وأفطر. فالصيام لا مانع منه، بل فيه ثواب وفيه أجر كبير. كذلك أيضا هناك شيء غائب عن المجتمعات المصرية وغيرها، وهو أننا لماذا في مثل هذه الجلسة لا يجلس الأب مع أبنائه والأم مع أبنائها، ويتدارس العائلة هذا الدرس الجميل، ويستنبطونه مما يسمعون في المسجد أو في التلفاز أو في الإذاعة أو ما يعرف من أشياء، ويملي على الأسرة هذه القطرات الروحية ليعيش الأبناء مع سيرة، أشرف سيرة في الوجود وأطهر سيرة في الوجود، وهي سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أرى أننا ندعو كل الأسر أن تتدارس مثل هذه المواقف. القرآن الكريم حين ذكرها لم يذكرها لمجرد الذكر، ولكن ليخلد كل ما ذكر في القرآن الكريم كحدث الإسراء والمعراج، كغزوات الرسول، غير ذلك. ما دام قد ذكر في القرآن أراد الله لهذا الحدث الخلود، لأن القرآن خالد وباقي، لا أقول إلى يوم القيامة فقط، بل بعد يوم القيامة، وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالخلود الذي للقرآن هذا داخل ضمنه مثل هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، ضمن لما قال الله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أنا بستبشر بهذا، لأن قول الله تعالى له خلود، فإن شاء الله الأمان يكون لمصر، وخلود الأمان هيكون في مصر، مهما ظلم الظالمون وجار الجائرون وحاول المفسدون لن ينالوا منها، سيصونها الله تعالى، لأنها ذكرت في القرآن الكريم وذكرت بالأمان إن شاء الله. نستقبل شعبان إزاي بقى قبل ما نختم هذا اللقاء؟ يا شهر شعبان ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الشهر وسائر الشهور بالدعاء، وكان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من رجب، أكثر من رجب. لدرجة أنه سئل في هذا، قيل: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر مثل ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلذلك كان يكثر من الصيام في شهر شعبان.